أولا الحمد لله احنا استطعنا باش نتأهلوا للنهائي. كانت مباراة صعبة صعبة كتير، كانت مباراة مغلقة كما في الماتش تاع الدار البيضاء، ما كانش فرص كتيرة، كانت مباراة تكتيكية أكثر، وفي الأخير لعب حتى الجانب البدني، فالترجي سجلوا لنا هدف وكان عندهم فرص كبيرة في الشوط الثاني، احنا ما درناش فرص كتير. الديربي الافريقي هكا تيكون تيتحسم بجزئيات ضربات الجزاء. بغيت نشير لواحد الحاجه مهمه، هو الروح الرياضيه اللي كانت، فهذا شي حاجه نقدروا نفتخروا بها هنايا. بالنسبه ليا سي ان كومبليمون بوغ فريق ترجي والجمهور، شجع الفريق ديالو من بعد التهنئه من 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 الخصم لينا. فهذه المسائل اللي بغينا نوصلوا بها ان شاء الله لقدام، وخا ترجي هارد لاك ترجي، وتنتمنى لهم ان شاء الله حد سعيد في المستقبل. نبدا من السؤال الثاني، تنظن انه اليوم ترجي كان عنده فرص اكبر من فريق الوداد، يعني في المباراه ماشي نقول لك ان فريق ترجي كان يستاهل اكثر منا، بس حنا يمكن في الطالب اذا كان عندنا اكبر حتى نقدروا ننتصروا. واليوم ترجي كان زعما مزيان على المباراتين الاثنين، كان يمكن 50% 50%، ما نقدرش نقول لك انه كنا احسن ولا هما احسن، وكما قلت لك ضربات الجزاء. هذا بالنسبه للسؤال الاول ديالك، انا مش مسؤول على اشنو غادي تفهم داك الشيء اللي قلت. هذاك انا في 2019 ما كنتش هنايا، انا دائما شخص اللي تركز على ايجابي وتركز على الحاضر. انا تنشوف الصوره اللي كاينه اللي دارت اليوم صوره مزيانه، صوره مبشره بالخير ان شاء الله، نبقاو فيها ونساو الماضي ونحاول ان شاء الله ناخذها معنا المستقبل ان شاء الله. انت شفتي المباراه بهذه الطريقه، تنحترم الراي ديالك، بس بالنسبه لنا حنايا حنا ديما لا سيما انايا وكما تنقولوا الفلسفه ديالي وكيفاش بقيت في الفريق ديالي، حنا ديما الغرض ديالنا هو ان نلعبوا كره ونقدم واحد العرض اللي هو مزيان، عملناها في الدار البيضاء، ولكن حنا ما نساوش انه لو هو نيفو سي لو ريزولتا امبورتون. ماشي تنقول لك انه لو ريزولتا نبقاو نطيحوا وهذا، ولكن خاصك تسير المباراه. حنا ما عمرنا تنتعمدوا انه نعملوا ان فريق الوداد اكبر من هذا الشيء، ولكن حاولنا ندومينيو في الدار البيضاء، توفقنا فيها. هنا ما كانش عندنا الفرصه باش ندومينيو، لان كان ترجي في الكره الى عندهم الكره اقوى، حاولنا نجيرو المباراه. الا كان هناك لاعب اللي طاح ولا هذا، حنا واحد عندنا التهرس الانف ديالو، يعني ماشي زعما هذاك التمثيل ولا هذا، ما تنظنش انه كان شي حوايج اللي كثار، ولكن المهم حنا ديما الغرض ديالنا انه نلعبوا كره ونلعبوا باش نربحوا. Normalement, en premier mi-temps, on a essayé de rester dans le match et de ne pas prendre beaucoup de risques, mais le bon moment de faire la pression, on le fait. Mais deuxième mi-temps, on n'oublie pas que cette tournoi, c'est incroyable, la fatigue. Et tu as vu aussi tous les joueurs de nous et de Tarji, c'est très, 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 très difficile. Alors, si tu sais, si tu reçois un but, c'est fini. Alors, ils ont marqué un but. Et on était près du deuxième but, alors on voulait aussi marquer, mais il faut qu'on reste. C'est pas qu'on cherche les pénalties, mais il faut pas prendre de risques, il faut manager le match. C'est ça qu'on a fait. Et le deuxième mi-temps, la fin, on a essayé de monter un petit peu, peut-être pour marquer, mais il n'y a pas de la fraîcheur. Alors rester dans le match. Et je crois que le Tarji a fait aussi la même chose les dernières 5 minutes. Le fait que l'entraîneur change le gardien. Et changer, ça veut dire il a vu que les pénalties aussi c'est un bon solution. Et je dis pas qu'on avait de la chance, mais c'est le football. Dernière question, si j'en ai. De la Lotanie. Et le mi-temps le premier, il mérite pas de chai. Il est un exemple en Tunis. Mi-temps le premier, le taquet de l'out. Haouta, mais l'entame le change, il coupe, il va le jouer. انا اللي بغيت ناكد ليه على الصديق اللي سالني نفس السؤال، هو ما كناش حنا متعمدين انه نعملوا هذا، ماشي جينا حنا لهنايا باش نديروا هذاك البلون، سي با سا هذا، ولكن في المباراه تيصراو بعض المسائل.
غير هو باش خاصنا نكونوا غياليس نكونوا واقعيين. الا غادي تجي تلعب هنا، ما احنا لاعبين مع الترجي ما لاعبينش مع فرقه صغيره. سا فو دير حنايا ليدونتيتي ديالي هو ندومينيو، بغينا ندومينيو، درناها في كازابلانكا في الدار البيضاء، ولكن هنايا الفريق الترجي كان اقوى في المباراه. يعني كما تنقولوا خاصك تكونترولي المباراه، بس حنا ماشي كنا متعمدين هذا. ولكن كره قدم مره نقدر نقول لك خاصك تاخذ الانفاس ديالك. ها داك دخل